السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلوك يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. جات لكم حلقة جديدة من لعبة ميست سيرفايفل. أولا شلون هي الطاقية؟ بالله عليكم ذهب لا تقولوا لي. هلا ما بعرف، أتوقع أنه ممكن أصير أحط طاقة كتير بفيديوهاتي، لأنه الصراحة عم يصير لي وجع راس بسبب القعدة مواجه الإنارة والسوفت بوكس وهي الشغلات، فأتوقع أنه رح يصير البس طاقية. على كل حال مو مشكلة. قبل ما نبدأ الحلقة طبعا لا تنسونا من زر اللايك وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اوكي يا شباب، في معلومات كتير الصراحة اجتني، وعن جد عن جد عن جد مشكورين. في شاب من الشباب اللي حطلكم تعليقه هلأ كتب لي تعليق، يعني تعليق الصراحة اتوقع انه قعد تقريبا نص ساعة هو عم يكتبه. في كتير شغلات يعني كتب لي اياها اسطورية جدا. خلوني اول شيء ورجيكم شو قال لي. قال لي اذا بتفوت على الاوبشن هون والجرافيكس بتحطها لو اوكي وبتطلع تمام وبتعمل كونتينيو. شايفين كل شي لوت بالارض هون صار مبين قدامي، حرفيا مختفى العشب صار كل شي لوت بالارض مبين. هاي اول حركه. اوكي خلونا نرجعها بس للالترا. اوكي ممتاز. حاليا المعلومه الثانيه كتبتوا لي انه اذا بتضرب الشجره بالسكين رح يطلع لك التري بارك، شايفينه هذا بيطلع لي منه بكل ضربه بيطلع لي وحده، شايفين بكل ضربه بيطلع لي وحده. حرفيا عن جد يعني في شغلات الصراحه يعني ممكن انه ما اكون بعرفها، انتم معلومات هي كلياتها عم تعطوني عم تفيدوني فيها. اوكي خلونا نشيك على هدول. اوكي هدول اوكي هدول ممتاز، هدول صاروا جاهزين للاكل المفروض. اوكي هي 24% ما صارت لسه، هدول 80% رح يجهزوا تقريبا، بنشيلهم وبتضل هي. انا دخلت لعبت شوي خلف الكواليس، رحت على المناطق اللي رحنا عليها بالحلقه الثانيه وشبنا منها يعني لوتنا وحطينا الاغراض وين بالابراج فوق، ادري شفنا الدب. اوكي حاطط هذا الصندوق فيه المعدات كلها هون، في عندي هذول الصناديق فيهم شويه لوت هون وهون، يعني رتبت شوي اموري كل شيء اغراض بتخص الصناعات شايفين حطيتها هون، والادويه وهي الشغلات والاكل كلياته حطيته بالبيت. تمام يا شباب. الشغلة الثانية اليوم لازم نروح نسوي اولا اللهم صل على سيدنا محمد، لازم نسوي المفك. ليش نسوي المفك؟ لانه المفك يا شباب رح يخلينا اوكي بدنا تنتين سكراب ووحدة كومبوننت. اوكي خلونا ناخذهم، اعطيني هاي اعطيني وحدة بوحدة. اوكي خلونا نسوي اول شيء المفك. المفك نسويه نروح نفتح الغرفة السرية يا شباب اللي شفناها بالحلقة الثالثة أتوقع أو الرابعة وما سويناها، تمام؟ فضروري جدا إنه هاي الحلقة نروح ونشوفها ونظبط أمورنا كلياتها، نشوف شو رح يطلع لنا فيها لوت، بجوز يطلع لنا لوت فيها أسطوري، عرفتوا كيف؟ ثانيا هاي السيارة باقي لها كفر واحد، إذا لقيناه إن شاء الله اليوم رح نركبها، بصير عندنا سيارتين للتنقل وهذا شيء جدا أسطوري، تمام. الشغلة الثالثة يلي قلتوا لي عليها أنتو ويلي كتير حكى لي عليها يلي هي إذا بنجي بنكبس حرف البي هون بنجي لهون، شايفين هذا السور. قلتوا لي أنتو إنه هذا السور من يعني من ثاني حلقة أو ثالث حلقة كتبتوا لي إنه هذا السور لازم تعمله يا محمد هون هيك، شايفين؟ كتبتوا لي إنه لازم أحطه، طيب خلوني بس أحط لي أظبط التشكيلة تبع السور كلياتها وبرجع لكم. اوكي نايس، شايفين هلا هون بالنص هذا باب حلو، هذا اللي بالنص باب هون وهون وهون هدول كلياتهم سور. هذا قلتوا لي سويه، ليش؟ خليني بس اسويه لانه الوحده رح تحتاج تنتين كومبوننت واربع ستيك. اوكي اتوقع انه كافه الاغراض جاهزه عندي، فخلوني احسب لهم بس اذا بدنا الوحده بدها تنتين كومبوننت، بعدنا بدنا 2 4 6 8 هون بدنا 12 14 16 18 20 كومبوننت. حلو عنا جاهزين وبدنا كل ستيك. اوكي ممتاز. اوكي وين البهدلة؟ البهدلة انه جهزتهم كلهم لكن ناقصني قطعتين ستيك بس، والقطعتين الستيك ما بقيان عندي ستيكات، ما بقيان عندي ستيكات، يعني لأجل الحظ ما بقيان عندي ستيكات. اتوقع اني ما بقدر اسوي ستيك يعني من الشجر من هذا مثلا، ما بقدر اسوي منه هاي يعني القطع الصغيره، عرفتوا كيف؟ ما بعرف اذا كان رح يكون امن ولا ما رح يكون امن الصراحه، ما بعرف يعني استغلت كل الستيك اللي موجوده عندي بس شكلي ما رح اقدر اكملها هلا، فما بعرف شو رايكم انتم؟ نجرب حظنا؟ نجرب هلا ولا خايف انا يجوني الزومبي من هون؟ والله
يا الله على تنتين، على تنتين ستيك يا شباب، والله مو معقول هذا الحكي. يا ريتني لميت شوي، مع انه كان عندي كتير والله ستيكات، كتير كتير مش شوي. اوكي نايس، يا صباح الخيرات والليرات. الصراحة يعني كان ودي اجربها لكن ما بدي اخاطر يقوموا يدخلوا من هون، لذلك رح احاول هلا اجيب الاستكات نكملها وبعدين نطلع على مهمتنا الرئيسية يا شباب، يلي هي انه بدنا نروح نفتح الغرفة السرية. اوكي وين الاستكات؟ هلا انقرضوا الاستكات. اوكي نايس، اتوقع انه هلا كملناها، المفروض انه هلا كملناها. يب هلا امورنا صارت جاهزة، هذا السور اللي حكيتولي عنه صار جاهز. حلو، الساعة 6 الصبح يا شباب، امورنا صار نقدر نطلع هلا. خلونا نشوف، اولا رح افضي كل شيء معي اغراضي كاملة، خلوني بس اطفي الكشاف، افضي هي وهي ما رح تلزمنا، وهي كمان ما رح تلزمنا، المنشار اتوقع انه ما رح يلزمنا، خلينا على الكروبر معنا، ومعنا هي معنا هدول المطرقة والسكين وهي الشغلات، مي معنا، لازم ناخذ معنا اكل، الاكل جدا ضروري، واتوقع انه هدول كلياتهم يب هدول كلياتهم صاروا جاهزين، فاخذنا تنتين اكل هلا ونخليهم معنا هدول. المي المفروض انها صفت كلها، يب صفت كلها، الحمد لله عندي مي منيح يعني، فخلونا نخلي هذا هون حاليا، عندي هون لتر، عندي جوا 4 لتورة اتوقع، فممتازين جدا هدول. طيب نطلع ناخذ هلا البطاريات، عندي كمية بطاريات هون يا شباب بالهبل. شوف هاي الدرج الاول والدرج الثاني والدرج الثالث فيه بطاريات، يعني مزبط اموري كلياتها من ناحيه البطاريات. بطاريتين ونفك، نقدر نفتح شو الغرفه السريه هلا يلي موجوده هنيك. التولي انه الرقم يا محمد بيتغير. ما علينا سوى يا شباب شو؟ اوكي اللايت بحي بي حرف بالار، اوكي خلونا نشغل اللايت وننطلق بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي حتقولوا لي ليش طالع بكير بهالوقت؟ انا متقصد اطلع بهالوقت، ليش؟ اولا في الدب بتعرفوا انتو، بدي اقتله للدب. ليش بدي اقتله؟ بدي جمع بدي اجيب اللحم وبدي اجيب الدهون يا شباب، عرفتوا كيف؟ اوكي خلونا ننزل هيك نطلع على السريع على السيارة ونشوف الدب، حضرة الدب المسكين وينه؟ اوكي رح نشوف الرقم على السريع قبل ما يجي الدوب، شكله لانه مو موجود بالمنطقة فخايف يطلع هو. 9948 اوكي 9948 اوكي حلو، خلونا نطلع نفوت لجوا بالسيارة. تسعة يا اخي 9948 بس ما انساها. اوكي اطلع لي من هون، نايس نايس حلو، ندخل لجوات الاوتيل هلا. اتوقع انه المنطقة ما رح بيرجع بيرسبن فيها اللوت صح؟ اوكي في زومبي جوا خرشوني، اخرب بيته. اوكي طفي السيارة ننزل، ان شاء الله الدب تقولي ما بفوت من هون. اوكي نايس 9948 اوكي، نجي لهون نعمل اكستريم، نعمل له تشالنج باتري 3 منت. اوكي 8 8 3 9 لا 9 9 8 3 9 9 3 8 دقيقة 9 9 اوه اوكي 9 9 3 8 9 9 4 8 اوه شو صار له؟ 9 9 8 4 اوه 9 9 8 4 نعم انها المخدرات. ماي زهايمر يا شباب. اوكي خلونا نطفي هذا بس، ايش فيه هون؟ طلقات شدن بس. اوكي ساطور. اوكي هاي الشنطة كمان فيها طلقات عادية، هون كمان طلقات وباندج. اوكي هون فاضي وهون باندج، هاي هي الغرفة السرية بس يعني، هاي هي خلاص يعني هيك، والله ما لكم داعي يعني الصراحة، حدا بيحط هيك شغلات بهيك غرفة سرية مقفولة برقم وبدها مفك وبدها مليون قصة، والله ما لهم داعي يا شباب. طيب هلا إذا سكرناها اوكي خلاص فتحت مشي حالها يعني. اوكي هلا الدب وينه؟ الدب وينه؟ لازم نشوف الدب وينه لأنه بدي أقتله، يعني الدب اليوم لازم نقتله يا شباب، إذا ما قتلناه رح يصير عنا مصيبة بهي اللي بتشعل المي، الكحول اللي بتشعل المي رح يصير عنا مصيبة فيها. اوكي خلوني أطفي الإنارة بس أنا لأنه بتصرف من البطارية، فما بدنا نضيع البطارية على الفاضي. اوكي وينك دبدوبي؟ اوكي شفتوا الدب وينه؟
اوكي اتوقع انه بنقدر نطلع على هاي السيارة اذا شافنا. يب اتوقع انه بنقدر نطلع هون. اوكي طفي لي السيارة، انزلي من السيارة، حضر لي هذا السبير. اوه الو دبدوبي. مشكلته سريع، واذا حيهجم علي هلا مشكلة، ما لازم يكون قريب عليه لهالدرجة يعني حتى يعمل اجرو هو. الو ايه ايه تعال تعال انا هون. كم هير. تعرفوا هذا الفيلم تبع سيلفستر ستالون يمكن اسمه؟ اجا 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 يا ساتر يا ساتر. تعال اي 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 تعال موت. يلا كمان واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة. حلو خمس ضربات ست ضربات أكل لحتى ما. نايس. الجو الساعة 7 الصبح، هلا فينا نسلخه على كيفنا، فينا نسلخه على كيفنا هلا، نقطعه ونفرمه ونعمل كل شي بدنا اياه فيه. اوكي نضغط حرف الاي لنشوف. من الجسم نقدر ناخذ 7 لحمات ولا 10؟ اوكي 10 بدهم ساعتين ونص. هدول اللي بدي اياهم انا، الانيمال فيت شايفين، وبدي هذا الجلد. اوكي جلدين بياخذ هيك ساعتها 5 ساعات و45. اوكي خلونا بدون 5 ساعات، خلونا 3 ساعات بس هلا. ناخذ هدول الاغراض ولنشوف بعدين شو رح يصير. اوكي خاف يجيني المست. جانا المست، لازم نعمل كنسل فورا. اوكي ان شاء الله بتكفي عندي المساحه. اوكي هلا انا ليش ما اخترت الساطور؟ صح مو كان فيني اختار الساطور؟ يب كان فيني اختار الساطور، والساطور اسرع بكتير. يا الله الساطور اسرع بكتير كان. طيب هون اذا بدنا ناخذ هدول الاربعة بدون 60 منت، خلونا ناخذ هدول الاربعة. اوكي ان شاء الله ما يجي المست، ان شاء الله ما يجي المست. وين نلاقي لنا بيت هلا نتخبى فيه. اوكي نايس ما اجى المست لحد الان. اوكي هون في بيت، المشكلة ما هون ما في بيت نتخبى فيه يعني، غير ان نرجع فورا على الهوتيل. اوكي قد الساعة؟ الساعة 12. الساعة 12 والله يا شباب الصراحة بنخاف. طيب خلونا نشوف الفرق بين السكين، بدها ساعتين، الساطور 8 ساعات، هذا 5 ساعات، هذا ساعتين كمان. بس كاتبين بيست يوز يعني الأفضل في الاستخدام. تمام؟ نقول يا رب وناخذهم. والله العظيم محتار يعني. اوكي الراس شو في بقلبه؟ الراس كم لحمة؟ بنقدر ناخذ منه لحمة واحدة؟ بدها ساعة؟ اوكي الرجلين ما فينا ناخذ منه شيء. طيب ناخذ هي ساعة وبنقول يا رب ما يجينا المست. اوكي حلو حلو ما اجانا المست، معناتها خلص اتوقع ما تيجي هلا بهذا الوقت، ما تيجي هلا. صار فينا ناخذ بقى الجلدين ونقول يا رب ساعتين، بسم الله توكلنا على الله. نايس هلا خلصنا تلويته للدب كاملا، صارت كل اغراضنا كاملة، صار فينا بس ما نصدم. اوكي حلو هلا صار فينا نرجع على البيت بقى نظبط تبع الجلود، لانه تبع الجلود رح نحتاجها يا شباب لحتى نسوي شو بدنا نسوي تبع الجلود، بدنا نسوي الشنطة تبع الارز. تمام يا شباب تبع الاسهم، شنطة الاسهم بدنا نسويها بالجلود هاي اللي بدنا نصنعها هلا. فان شاء الله تعالى صارت امورنا نظامية من ناحية الاكل، اتوقع ما عاد عندنا مشاكل، ومن ناحية الدهون كمان ما عاد عندنا اي مشاكل. فا ايزي بوي. الحلقة الجاية بتقولي انه سكوت اللي هو احد الرهائن الموجودين باللعبة، بتقولي انه موجود بالمخيم يلي وراك بالضبط. فالحلقة الجاية ان شاء الله تكون امورنا كلياتها نظامية 100%، رح نفوت ونروح ننقذ سكوت، ولح يكون هو مساعدنا الاساسي. بتقولي انه هو رح يساعدك بكل اي بكل شيء يعني شلون بدي لكم، بكل شيء بتتخيله يعني، بيقطع لي خشب، بيدافع عني بالليل، صار ما صار، هجوم ما هجوم، اي شيء كله هذا بيدافع عني فيه. اوكي اللحم خلوني احط اللحم هون لانه ما عندي ملح. اوكي الملح امتى رح ناخده؟ هلا بالليل وقت رح نجي و نقتل هدول الزومبي، هن رح يعطونا اللحم.
هذول في يطلع خليهم معي، هذول لازم انشرهم كمان برا وهذا لازم انشره برا. اوكي ننزل هذول، نزلنا كل اغراضنا. اوكي هذا بيضل بيعطش يا ويلي، شو اكل؟ شو اكل؟ توم؟ يخرب بيتك. اوكي كمان جوان كول يلا. اوكي حلو، خلونا نطلع بس نعلق اول شيء ناخذ اللحم هذا اللي هون. هذا اتوقع اللحم كلياته صار جاهز يعني. اوكي هون المشكلة انه انا هدول كيف ممكن اجيبهم؟ بدي انزل من وراها؟ اوكي لازم انزل من وراها لحتى اشيلهم كلياتهم. طيب تعبت عندي مو مشكلة، خلونا نفتحها ونعلق عليها هدول. نايس نايس، حلو علقنا عليها هدول. خلينا ناخد بس هاي. الو الو لو سمحتي. ايوه حلو تعال، خلونا نحط الاكلات كلها جوا، صار عندي مكان فاضي هون كلياته، هذا بنحط فيه الاكل. جهزته امبارح ورتبت كل الخزن كلياته رتبته، عرفتوا كيف؟ خلص المطبخ صار للاكل وهي الامور كلياتها. تمام هلا يلي بنقصنا، بنقصنا يا شباب نسوي يلي هو الكام فاير. رح يلزمنا 6 ستيك و8 ستون. اوكي 8 ستون موجودين معنا، لكن رح يلزمنا الستيك كله. يا ريت هذا كان نقدر ناخده ونحوله لستيك، الصراحة رح يكون شيء جدا مفيد لنا، لكن مصعبين علينا شوي هنن، فمو مشكلة خلينا نجمع بس الأغراض اللازمة وأرجع لكم. ممتاز، هلا باقي لنا حجرتين، الحجرتين مفروض إنه موجودين هون هنن، مع إنه أنا كان لازم أجيبهم برا يعني بما إني جمعت لوت وجمعت لوت، لكن هي الحجرتين هون اتس أوكي. أوكي خلونا نسوي هذا الكام فاير يا شباب، نحطه ناحى المي هون. أوكي نحطه هون، ممتاز مكانه، خلونا نبنيه، بده 10 دقايق، مو مشكلة معنا وقت من هون لليل، وقت منيح يعني، نكون قضينا شغل خير الله. اوكي، هلا لازم نسوي شغلة ثانية يلي هي تبع الطبخ، هي رح تحتاج 5 ستيك وتنتين سكراب ووحدة وبدها 2 حبال. اوكي اتوقع انه اغراضها كاملة عندي، خلونا بس نبنيها هون، نعمل تبعها البلو برنت تبعها. اوكي نايس، خلونا نجيب باقي الاغراض من جوا. حلو نايس، هلا صارت الستيك كاملة عنا وعنا السكراب كامل، باقي لنا نجيب الحبلين اللي هون، وبتمنى يكونوا حبلين اللي موجودين عندي. اوكي ليكن هون هنن، يب عندي 4 حبال. نايس نايس، حلو. هلا يا شباب رح تصير امورنا ايزي حرفيا. ليش؟ اولا هون بنجي بنحط يا شباب اللي هي هذول، تمام، الفيد اللي هي الدهون تبع شو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، تبع هذا الحيوانات. حلو بنجي لهون لازم نحط له بقى هلا الفيول. الفيول ايش هو؟ الفاير وود، بده هون فاير وود، وبده الاغراض الثانيه اللي نحن شعلنا فيها هي اتوقع، يب بده هي. اوكي هدول ما عاد يتاخذوا. اوه هدول المتطلبات تبعتهم. اوكي المتطلبات الباقية عندي جوا. اوكي نايس، اتوقع انه هلا صارت هون كل الاغراض جاهزة، وهي الفاير وود حاليا صاروا جاهزين. اوكي نعطيها انجن عنا هون 60% بس، شايفين يعني 0.6 لازمنا نشغلها اولا. اوكي هلا بتشتغل هي ساعتين ونص. حلو هلا صارت شغالة ساعتين، لمدة ساعتين ونص. هون شو عم يصير؟ بنحط هي هلا هون. حلو شو بدها، مي ولا ايش؟ والله الله 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 الله، لا هذا اوكي مو المفروض نحط هون هون. اوه لا تشعل هلا تفجر. اوكي لا كيف؟ شو لازم نحط هون؟ معقول لازم نحط السطل؟ اوكي اعطيني السطل اشوف. ووتر، اوه بدها ووتر؟ ما اتوقع بدها ووتر. هون هون هون. اوكي هون، اوكي الكوك اعطينا بس اول شيء هاد، ما بدنا نطبخ نحن، بدنا نسوي الفيد. اوكي الفيد لازم نحطها هون. شايفين؟ لازم نحط هي هون. اوف شو عم بكب انا اغراض. اوكي هلا بلشت تطلع لنا، شايفين؟ هون من لتر ونص، اتوقع ان هدول بيعملوا لنا لتر ونص منها، فشيء اسطوري، ممتاز جدا. هلا امورنا صارت من ناحية هي الشغلات اللي بتشعل،
شايفينها اللي هي هاي شيء، هلا عم تقطر الفيت عم تسوي منها فيول. هون مي قصتنا قصصنا ممتازة كلها. طب المي خلونا نشوف تبع الجلود، تبع الجلود شو رح تحتاج، وين هي كانت؟ اوكي هون رح تحتاج 8 الواح، 6 حبال. حبال ما عندي، مسامير عندي، حبال بس ما عندي. اوه اتوقع انه ما رح نقدر نسويها لتبع الجلود. خلوني اشوف والله شو معي قراد جوا. حلو، هلا عم بسوي 4 حبال وانا عندي 2 كان بالاساس، فبهي الحالة بنقدر نسوي اول وحدة. اتوقع انه الليل بلش يجي، واتوقع انه بلش الزومبي يجوا، فخلونا نحط على حرف البي. اوكي، والمفروض انها هي تكون هون. يب، باقينا 8 بسامير و 8 الواح خشب. الالواح والبسامير موجودين كلهم هون، ان شاء الله ما يجي علينا الزومبي قبل ما ناخذ هاي الاغراض. اوكي، مو هذا اللوح. البسامير عنا هون وعنا 8 الواح خشب. نايس نايس نايس. والله يا شباب صراحة قدمنا تقدم مو طبيعي اليوم، يعني اشتغلنا شغل حرفيا اسطوري. اوكي، سكرنا على حالنا. اوكي يا زومبي يرحم جدك، بس لا تجي هلا. تمام، خلينا بس نحط هاي تبع الجلد هون. او بدها نص ساعة لتنبنى. لا نص ساعة لتنبنى، فلا خلونا بس نجي هلا. هلا شوفوا شو رح اعمل، رح نشيل هذا السبير بايدنا. حلو، رح نضغط رقم 7 وننام هون. تمام، ننام لنقول ساعة. هلا هنا رح يجوا الزومبي يفيقوني. حلو، اوكي لحد الان ما اجوا، خلونا نرجع ننام كمان ساعة 3 ساعات. هنا رح يجوا يفيقوني هلا، بما اني انا نايم برا فرح يجوا علي فورا. اوكي لحد الان ما حدا فيقني. زومبي، والله الجو بالليل بقوي يا شباب بالسما. ديم ديم. اوكي بنرجع بننام هون، نرجع بننام ساعتين. فيقوني، شو الزومبي الاكابر هذول؟ هيرت سمثينغ. اوكي رو زومبيون زومبابوي. اوكي بنرجع بننام ساعة. اي شايفين؟ شايفين شلون؟ ما بيقدروا يدخلوا لعندي. دايم يا الخطة يا شباب، دايم حرفيا انه خطتكم اسطورية. لكن جعنا، يعني لازم نفوت ناكل هلا، جعنا. اوكي وين الاكل تبعنا نحن اللي سويناه؟ اوكي هاد اعطينا تنتين، خلينا ناكلهم وبدنا نشرب مي كمان. والله تعال تعال تعال. ايوه ايوه القم القم موت. شايفين شباب؟ هاي الخطة، بس حط راسك نام، عمل له سليب، رح يفيقك فورا، رح يجي اللي بعده فورا. كم حدا اجا؟ اوكي اجوا. الو؟ لا يا كلب، لا يا حيوان، لا يا بطيخ، ما لقيت تجي غير من هون؟ ما لقيت تجي غير من هون؟ انا كل نومي هي نايمة برا، ما لقيت تجي غير هون؟ معقول انه مو نايم برا مزبوط؟ اوكي ايوه لازم انام هون برا مزبوط. اوكي تعالوا، شايفين شباب؟ بضل بنام، بضل بيجيني زومبي، شايفين؟ انا برجع بنام ساعة، لسه ما بنام بيجيني، شايفين؟ فورا بيجوا لعندي بما اني برا. شوفوا هلا الجثث تتكوم هون هيك بالهبل، شايفين؟ رح اضل انام وافي، بس ان شاء الله يقضوا لي هالليلة على خير. يعني حرفيا ما اتوقع اني رح اخلص هاي الليلة الا بعد ساعتين تصوير. تمام؟ فشايفين ما بيمشي 5 دقايق الا بيجيني اللي بعده. يلا يلا يلا، ما بيقدروا يقتلوني، شوفوا شلون تكوموا فوق بعض. اتوقع انه رح يعطوني لوت اسطوري. اوكي زازتين زازتين مي. اوكي ناموا هون. والله يا شباب عم يمشي دقيقه بس، دقيقه ما عم ينام، ما عم ينام يا حرام. اوكي قتلناهم، ممتاز. اتوقع انه هلا كفايه هذول. الله سكرت الباب على حالي. اوكي تحت والله لازم نصلحها يا شباب، لازم نصلحها ضروري. اوكي هلا خلونا بس ننام هون ونام 4 ساعات. يب اتوقع انه يعدي الوضع على خير. ايوه الحمد لله، ان شاء الله ما في زومبي فات من الشباك. اوكي ما في زومبي فات من الشباك، لكن الزومبي البطيخ الحيوان دخل من هون، فرح نحتاج نصلح
هاي بس بدنا الهامر. اوكي عطينا الهامر، خلينا نصلح هذا الشباك اللي كسره الحيوان. اوه والله بده شغل ربنا. قلت لي عم ياخذ كل هدول، قلت لي اخذ لي المسامير كلها، خرب يومه شو بينكبوا. اوكي افتح لي الباب هيك لشوف انت وياه. اوكي 3 ملح شايفين، حلو حلو. بسامير نايس، لا البسامير انا اعطيته اياهم. اوكي نايس، هات لشوف، هات هات، كتروا كتر كتر من اللوت يا معلم. اكل شايفين، والله حرفيا لوت فخم. اوكي خلونا نفضي اول لانه تعبت الشنطة على الحالتين يعني. اوكي بطاطا واناني فاضية، والله بطاطا يعني حرفيا ما بعرف شو بيسووا فيها يعني، معقول عم ياكلوها؟ معقول بياكلوا بطاطا؟ اوكي الاناني الفاضية رح تفيدنا يا شباب شغلات كتيرة. بند حلو، والله لوت الصراحة اسطوري. لكن ملح ما اجانا بكمية منيحة، بس منقول لا، ما منقول لا يعني، ممكن نعملنا كل يعني كل مرة كل فترة نعملنا هيك حلقة، عرفتوا كيف؟ شنو هاي؟ هات هات لشوف شو مكتوب؟ Material Component Box. ديم هذا شو جابه معك يا واطي؟ اوكي خلونا ندق هون لشوف شو لحين اصنع، لحين اصنع 5 لواح و2 بسامير. اوكي بنجابه اتوقع سهلين. اوكي الحمد لله كل الامور كلها جاهزة عندي، الحمد لله انه دخلت خلف الكواليس ولعبت شوي وجمعت شوية اغراض. اوكي كمل لي اياها، خلينا ننشر اول جلد عنا ولح نحتاجه يعني لح نستفيد منه. اوكي جيب لي هاد الجلد حطه هون، نايس بلشنا ننشره. الجلد الثاني اتوقع رح خليه للمرة الجاية لحتى يصير يعني، لكن شوفوا زحمة الزومبي اللي صارت عندي هون. اوكي حدا يشيل الزبالة دي. اوكي خلص اتوقع انه هيك صارت امورنا كلها عدت تمام. بتمنى تكون الحلقه عجبتكم واستمتعتوا فيها. الحلقه الجايه ان شاء الله تعالى، بس خلوني اورجيكم هون الطلقات اللي معي. شايفين عندي هون 5 طلقات رايفل، 13 شوتجن، وعندي هون هدول تبعات شو اسمه يا ربي القناص. فحاول الحلقه الجايه او خلف الكواليس اجمع لي شويه اغراض شويه طلقات وهي الامور كلياتها، مشان الحلقه الجايه اكيد لازم انقذ سكوت من العصابه. فبس هذا كان كل محتوى حلقتي لليوم. قبل ما تطلعوا لا تنسوا نعمل زر اللايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. أشوفكم فيديوهات تانية، السلام عليكم.